ورجعنا لكم من جديد ورح نتكلم على أكثر الأشياء اللي نحبها نحن كسيدات واللي هي مواضيع الملابس والنيو كولكشنز اللي بنزلوها مصممات الأزياء وخاصة في الشتاء. نبغى نعرف الأشياء اللي ممكن نقدر نلبسها والأشياء اللي تهمنا إحنا كسيدات. صحيح إيمان، في هذه الفقرة رح نتكلم عن العبايات ورح نستعرض في مجموعة جديدة للمصممة السعودية نبيلة ناظر. يا أهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. يا أهلا وسهلا فيكم، شكرا على استضافتكم بي. العفو. خلينا في البداية نبدأ عن مجموعتك الجديدة نبيلة، إيش أطلقتي عليها مسمى؟ سميتها بلاشت وذ بيتلز. هذه المجموعة اللي إن شاء الله الشتاء 2017. ممتاز. نزلتها قريب يعني كم أسبوع، وكانت متضمن أكثر شيء عبايات والتيربنز. هل لها خط معين أو فكرة معينة ولا كل نوع؟ أيوة. لا، أنا دائما أحب يكون لكل كولكشن له قصة ورواية يعني أتجه بها للزبايني. ممتاز. دي المرة أنا أول كولكشن بس عبايات، يعني أنا نزلت طبعا مجموعات كثير قبل كذا وكانت تتضمن عبايات، بس دي المرة خصصتها للعبايات لأنه ليش ركزتي ذي المرة على عبايات؟ نبغى نعرف. يعني أنا دائما كنت ما أسوي عبايات، بس يمكن كان انشغلت أكثر بريديت وير ولبس السفر والسهرة. دائما أنا أشوف زبايني إيش يبغوا صراحة وهو اللي أمشي عليه، فلقيت طلب كبير على العبايات خصوصا للسفر. العبايات الملونة، العبايات المريحة، يعني فعلاً. زمان كانت العباية نقتنع أنت العباية تلبسيها بس لما أنا بين الرجال. طب دحين إحنا مرة بنجتمع كثير كسيدات في مجتمع مغلق، في الدوام، في الشغل، في الإيفنتس، كثرة الإيفنتس، كثرة في السفر، صار مريح الواحدة تلبس عباية. حتى المو محجبات نبيلة، يعني اليوم إحنا بنلبس أشياء طويلة بتشبه العباية. صحيح. حتى المو محجبات يعني. إيوه، ما هو دا يعني صار الأوفر سايز أصلاً، صار مريح يعني. إيوه، صار مريح. وأنا أتوقع في يوم من الأيام يعني حتى الأجانب بحبوا يلبسوها، لأنه ألبسي أي شيء من تحت. صح. وألبس العباية مريحة كاجوال مرتبة وأخرج فيها، بالعكس يعني تديك فيري. صحيح. طيب إيش الطابع اللي حاولتي أنك تضيفيه لمجموعة العبايات الجديدة، خصوصا أنه أغلب الألوان كانت شتوية؟ أنا دائما أراعي الشريحة اللي أنا بوجهها، يعني لمين أنا ببيع هذا الكوليكشن. هل أنا خارجة عالميا وببيع عالم بتعيش في فصل شتوي، هل أنا متوجهة أكثر للسعودية أو أنا متوجهة لجدة أكثر؟ زبايني أغلبهم أهل جدة صراحة. حلو. فأتوجهت أنه أنا ما بدي أدخل في الشتوي، يعني لازم يكون في فرو، أقمشة شتوية يعني يكون ثقيلة. نحن شتاء الصيف نحن نلبس خفيف. صحيح. حتى لو أنا سافرت في الشتاء بلبس سويتر من جوا، بلبس شيء خفيف من برا. فأقمشتي صيفية بحتة طول السنة، ما يعني ما أشوف صيفي وشتوي، أشوف إيش المريح، إيش الناعم على الجسم، إيش الإليجنت. يعني حتى لو كان في أقمشة طالعة موضة زي القطيفة أو الأشياء هذه ما أيوة تستخدمها. ما أستخدمها غير كإكسسوارات. حاليا متابعينا قاعدين نشوفوا بنستعرض الكوليكشن تبعك. نستكمل كلامنا. يعني شوفي في بعض التصاميم دخلت فيها القطيفة كتدخيلات للعباية، ما أقدر ألبس عباية قطيفة، فدخلتها من تحت، دخلتها في الأكمام. دائما أحب أركز على شغلي اكشلي. مؤخرا لقيت انه زباني بيحبوا ده الشيء اللي هو التطريز اليدوي. سهلة. الشغل ايش اللي اضفتي مثلا، القصات او الخامات او الاقمشه، تغيرت هذه الاشياء في الكولكشن هذا؟ هذا الكولكشن يعني انا من الاسم حقه هو يعني اول شيء الباور بينك، اللون مره دي السنة دارج، ومين ما يحب البينك. صحيح. يعني أنا هذا أنا سبحان الله ما أحبه. ما تحب البينك؟ أبدا. أنا يعني مؤخرا لقيت نفسي كل شيء أحبه بينك. صحيح. فهذا الكوليكشن قلت لا، مو معناته شتوي هو لون مغرب أي حاجة. أيوه. يعني حتى لو الشيء مو حلو. أي بالضبط. فاستخدمت ألوان البينك بدرجاته، باستل كارز اللي هو تلاقي فيه شوي خربز، الدستي بينك، البيز. أيوه، هذه الألوان صراحة تحسيها وناعمة ورايقة. أيوه. وتحسي سبحان الله حتى تبين الوجه. بالضبط. أنا ما بتكلم على البينك على الباربي بينك. أيوه أيوه أبدا. هذاك مزري. لا مو الباربي أبدا. لانه مو مزري يا ايمان. حلو. في اشياء في اشياء في اشياء نحن لسه صغار يعني نلبس بينك طبعا. بس في العبايات مو حلو اكون مره جريئه. صح. لانه في النهايه هذا لبس فوق لبسك. صح. فحلو يكون رايق، هادي. عبايات الصباح تكون فاتحه، عبايات الليل تكون غامقه. حلو انه في تنوع، لانه في ناس ما هي مع يعني ما تحب الالوان، في ناس تحب الالوان، تحب الموضه مهما كان. عبايه هذا شيء كلاسيكي. ولا تنسى العبايه ما ابغاها سيزن، أنا مو حاجة ألبسها في خريف شتاء 2017 ومع السلامة. أنا أبغى تقعد 3-4 سنين في دولابي، لما أحللها ولما من تحت خاصة تبدأ تتعادي ما أقصرها ألبسها مع الفلات. يعني لا، أنت كده كلنا كده. أيوة. لا كلنا كده، وحقيقي ليش لا. فما نبغى نكون في العبايات مرة نتجه بزيادة للصراعات، بس ليش لا تكون يعني
فيها تاتش من الموضه، فيها التطريز يدخلك ايوه شيء جديد. صحيح، بس نبيله مؤخرا بدانا نلاحظ انه كل المصممات والمصممين بداوا يركزوا كثير على التصوير. هل هذا بيزيد نسبه المبيعات او بياثر بشكل ما في المبيعات؟ طبعا، يعني انا احب دائما اتكلم بالجهه يعني المور بروفيشنال، انه ايوه حتى لو مصممه كويسه وناجحه لو ما اشتغلت على نفسها ماركتينج ادفرتايزنج، طب انت هنا بتبيعي منتج. صحيح، انت ما بتبيعي ما بخيط. طب انا لو احيانا ممكن ابيعك شيء مره عادي بس عملت له ماركتينج ادفرتايزنج مره فظيع، وهذه شطاره الماركتيرز. الماركتيرز هم دول يعني هم اللي بيبيعوا، هم اللي بيمشوا. هو حقيقي في ناس بعد المصممات بيكون ما عندهم التصاميم اللي مره ملفته او مره حلوه، ولكن عارفه تسوق لنفسها. صحيح، ودائما التصوير هم اللي حسبوا بس تصويرهم، مو بس تصوير، تصوير تسويق دعايه، يعني هو كله خلطه مع بعض. صحيح، يعني كومبينيشن يدي لنجاح المنتج النهائي. طبعا انا عملت ده كله والمنتج النهائي حقي مو حلو، اكيد الناس حتشتري مره، ممكن حتشتري اول مره بس ما حترجع تشتري مني ثاني. فعلا، لو الكواليتي حقي ما حيكون في لويالتي. ما في لويالتي، وانا هذا الشيء انا ما ببيع بس مره في السنه عشان اي دونت نيد ذا لويالتي، لا انا ابغى دول الزبائن يرجعوا لي ويزيدوا. صحيح، تزيد شريحه المستهلك اللي بتشتري من عندي في النهايه. فطبعا التصوير وليتلي صاروا الناس يهتموا فيه اكثر. حلو. شيء صح. نبيله، انت اكثر شيء ماسكه اللي هي نقدر نقول الملابس اللي هي الستره والملابس اللي هي حقت المحجبات، فاكيد في من هذه الاشياء عندك اللي هو بيسموه التربن، اللباس اللي على الراس. أيوة. ايش الجديد في هذا الموضوع؟ شوفي انا هذه اسميها عمه، وهذا الشيء بداته يعني من اول كولكشن 2007 كنت اربط راس المودلز لما اجي اصورهم. ايوه، المتابعين بيشوفوا كمان التربن اللي بنتكلم عنه. ايوه، انت ما تقدري تشوفيها بس هو بيشوفها. طيب هذه التربز انا دحين اطلقت عليها اسماء، من اللي هي كم سنه بطلق عليها اسماء. حلو. كل كولكشن بحط اللي هو المهمين، بنضيف الوان جديده للكولكشن، لانه في زباين تقول لك يعني عندي كذا موديل ما ابغاه كذا، يعني انا ابغاهم البسهم على طول. صح. بس يبغوا الوان جديده. صح. فبدخل الوان جديده وموديلات جديده لكل هذا، حتلاقي كم اسم جديد لكل مجموعه، وفي نفس الوقت الوان جديده يعني تناسب الكولكشن اللي نزلته. مثلا نزلت العبايات فنزلت معها تربنز اللي هي الباستل كالرز وكذا، وطبعا عشان شتوي نزلت تربنز قطيفه، نزلت دانتيل اللي هي شويه سهره اكثر. صحيح صحيح. بس نبيله، اغلب تصاميمك هي موجهه لاي فئه؟ هل فئه الشباب، فئه يعني اللي اكبر شوي، ولا ما عندك تنوع لكل الفئات؟ لا صراحه انا لازم اعمل لنفسي تارجت اودينس، يعني ما اقدر امشي ابيع لكل احد. بس دائما عندي شريحتين اللي هم فئه الشباب عارف انا ايش ببيع لهم، وفئه الكبار في السن صراحه بيشتروا عندي هذه الملابس حقت السفر بيلبسوها لانها مريحه. صحيح. يحبوا دائما الستات اللي هم اكبر في السن، يحبوا شغل الايد، يحبوا الكواليتي، ما يدوروا لي على موديلات، يبوا كواليتي، يبوا خامه حلوه، يبوا شغل حلو. فهذول انا عارفه شيء مريح. ايوه، هذول انا عارفه ايش بسوي لهم، بس في النهايه الشباب هي الفكره، الفئه الاكبر هذول اللي بعمل لهم هم هذول اللي يحبوا الافكار الجريئه. أيوة. هذول في النهايه اللي يعني ماي فانز، يعني اللويال كاستمرز، اللي يعني اللي بيطلعوا اسمي بيقولوا البعض، هذول طبعا اهم ناس عندي. بالضبط، هذول طبعا ناس اكيد اكيد، لانه في النهايه دائما بيرجعوا لك، ودائما في النهايه يعني من جد نجاح كل احد يعني بيكون منوط طبعاً بالناس اللي في حياته. طبعا من غيرهم ايوه الواحد ما يقدر يستمر. طب لما نعرف اكثر نبيله، من فين انت تكوني مستوحاه، يعني بتستوحي افكارك؟ مثلا بتقولي الباستل، ايش اللي خلاكي تستوحي فكرته؟ هل هو بالناس عشان ماشيين يمكن في هذا المنطلق او هذا الطريق، ولا لا انت فجاه يطلع لك خطه او فكره او طريقه وخلاص تبداي امبلمنتت يعني تنفذي؟ انا دائما لكل كولكشن اشتغل قبله دائما 6 شهور، اعطي نفسي 6 شهور. حلو. ابدا دائما يكون لي ستوري، فكره، ابدا اصمم واقعد ارسم. يعني مستحيل هذا الفاينل كولكشن يكون هذا طلع معي من البدايه. ارسم يمكن فوق 100 رسمه لين ما اصفيهم، وارجع مثلا بعد اسبوعين ثلاثه اشوفهم اقول كيف رسمتها اصلا، كيف اخترتها، وارجع اغير عليها. بعد كذا مرحله اختيار الاقمشه برضه بتغير معايا كثير اشياء، هي اللي بتجمل لي الكولكشن وبتضيف له، هي اللي تخليني خلاص هو ده الكولكشن. اي بلدت من الاقمشه ومن التصاميم. حلو. على اي اساس؟ طبعا لان انا عارفه زبايني كويس، انا حلو. يعني لي علاقه كويسه مع الزباين، ولي علاقه كويسه مع في المجتمع انا عايشه فيه. صح. ببيع له، ما ببيع انترناشونال، نحتاج اني اعمل دراسات برا واشوف ايش المستهلك ايش يبغى وكذا. في النهايه انت لما تكوني عايشه في نفس المجتمع وبتعطي له، عارفه انت ايش يبغى، عارفه ده السيزون ايش طالع، عارفه بالفعل. وانا في النهايه عندي اقتناع اذا ما نجحت في بلدي ما حانجح برا. صحيح. لكن اليوم لو شفنا حوالينا نبيله حنلاقي مصممات كثير عندنا في المجتمع السعودي، كيف نبيله قادره تظهر بصمتها وتميز نفسها في وسط هذا العدد الكبير من المصممين؟
صراحة شوفي أنا هذا الشيء يسعدني تماما. أنا أول ما بدأت حتى لما جيت بطلع ترخيص ما كان في شيء اسمه مصممات أزياء. دحين هذه ظاهرة يعني رائعة إنه في مصممات كتير، وبالفعل يعني حتى دحين في لجنة مصممات الأزياء الحمد لله في غرفة تجارية، الحمد لله مؤخرا انضميت لي وصرت عضوة من في لجنة مصممات الأزياء. طبعا ألف مبروك. أيوه هذا حقيقي خبر جدا أنا فخورة فيه، شكرا. إنه لجنة مصممات الأزياء في غرفة تجارية وشيء رسمي، هذا دافع وقوة، ويعني إيش في أحلى من كده؟ موتيفيشن عشان البنات يبدعوا، كل ما بنات يبدعوا كل ما يصير لنا مجتمع نحن نقدر نبدع فيه كمان. فعلا مصممة الأزياء السعودية نبيلة ناظر نورتينا ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله من نجاح للنجاح. إن شاء الله، مرة شكرا لكم. إن شاء الله ولو. مشاهدينا من هنا خلونا نطلع لفاصل قصير ونستكمل من بعده بقية فقراتنا لهذا اليوم، خليكم معنا.